طيب يلا كمان نلعب هست بقى. انا بقى معايا سلاح اهو. يلا طيب اقتل بيه. اقتل استنى. اقتل 50 بسرعه. هتضيف على ستيم بس هنا اعمل عليه. ماشي كوكو ضيف على ستيم عقبال ما اقتل 50 واحد بسرعه. ماشي اسمك ده. انا رحت فين انا؟ مش قاعد انت على ايوه. لا وسبتك ونزلت. انا عايز اول هيت شوت هجيبها في البت دي. البت خافت. الناس بتصوت ليه يا جدعان؟ انا اديتها هيت شوت بس نزلت من العربيه نازله غريبه قوي. بقول لك ايه بقى، لما تكسب تيجي تعمل ال امسك البت دي كده نعمل لها لايك والله وعملوها جدع. ايوه حط على مصر ايوه. بس بقى انا في شارع مليان عربيات اهو، هدي هيد شوت بقى في الدماغ على طول. بقول لك يا جدعان في مود اسمه لاست مان ستاند، تيجي نلعبه؟ انت في اللعبه؟ هنعمل هايست. معرفش طب ده عباره عن ايه؟ يا كوكو ده ايه؟ اقول لك انا، انت بتنزل بيه بقى على الفرسان، بتنزل في فرق على الديسكورد. انت مثلا بتركب عربيه والتاني والفريق التاني بيبقى معاه بوزيك، والعربيه قدامها ان هي لازم الراوت اللي معاه البوزيك، والبوزيك لازم يفرقع العربيه. فهمت يا فادي؟ لا قول تاني كده. انت دلوقتي انا وانت فريق ماشي، احنا فوق ومعانا بوزيك، هما معاهم عربيات، يعني ما نلعب الهدف بتاعنا ان احنا نفرقع. نلعب هايست يا عم، نعمل هايست احسن. نعمل وانا عايز اعمل بيع الهوست. مين اللي هيعمل هوست الهايست؟ هو انا اولا ال 50 واحد اللي المفروض اموتهم لازم اموتهم دلوقتي؟ لا اي وقت عادي. اي وقت عادي؟ ماشي. طب خلاص ما تيجوا نلعب الهيست وموتهم بعدين. ماشي انتوا عاملين سيت اب ولا لسه؟ انت سيت اب لسه اهي. ماشي بس قبل ما نعمل هنبيع ال بوليس مش عايز يسيبني مع اني ما عملتش حاجه يعني. من هو ساب مديره، هو ساب مديره ومشي. اظن ده كده جزا. ها هو اللي حرمك ايه وهرفدك طب اعرف من انا قتلت كام واحد؟ العداد فين؟ عد انت بقى عشان مفيش عداد. ايه ده عد كمان يعني هقتل وهعد؟ لا 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 كل ما بتفتح اللعبة بيقول لك انت لسه لك كام هيشوت. لا بس وانا فاتح واحد بيتكلم في التليفون هغفله واديله هيد شوت. كل 10 بتجيب هيد شوت، كل 10 بيتكتب لك. انا طلعت على البحر اهو اضربهم. تبعت لي انفايت ولا ايه؟ انت بعت لي خلاص وانا بنت. تبعت لي انفايت ولا عامل جوين عليك؟ اسمه ده في السوشيال. سوشيال اكتبه لك ولا اقول لك عليه؟ قول احمد نص 2 1 3. قصر 2 1. هنعمل جوين عليك من على ستيم يعني. ولازم يبقى يعني لازم يبقى عندي على السوشيال. تلاتة ابن قصر التاني نفس انا بضرب الشرطة يا جدعان هيد شوت. مني يس انا في خطر. انا هموت يا جدعان. عادي بقول لكم يا جماعه انا في حاجه عايز اعملها. ما تيجوا بقول لكم ايه؟ ما تيجوا كلكم معايا عند البحر اقعد اضرب الناس هيت شوتات وانتوا تحموني من البوليس لغايه ما اخلص الهيت شوتات. ماشي طب يلا يا ابني ما تضرب البوليس هيد شوت. لا ما اصل بيجوا كتير بخاف يموتوني. اه
عادي شغال حالك العادي ولا تعمل كتير. ايه ده؟ معايا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ لا عامل تلفزيون يا لا مش مني مفيش حاجة جنبي بس يعني مفيش حاجة جنبي يا ابني ولا يهدي البوليس عمال يراسي هو كوكو راح فين يا جدعان انا مت الحكومة استنى بقى منجيلك بقى بس بعد الانبغاضة اخش مع ال طيب هو انت الارض بتاعك مساحة قد ايه يا ايه؟ الارض بتاعك مساحة قد ايه؟ انا عندي كاردات كتير تعمل فيديو على الحكاية دي عن ايه؟ هارداتك يعني كنت عامله صح كوكو انت رحت فين؟ طب بقول لك بعت الموبايل ما تيجوا طيب يا جماعه تساعدوني عشان اخلص الكيلات ديت انت اللي لازم تجيبهم ما ايوه لا انتوا بس لو جه البوليس انتوا تضربوا البوليس بس اضرب انت البوليس عادي لا انتوا تضربوا البوليس عشان ما اموتش انا واعرف اجيب الكيلات وبعدين المسدس اصلا راح فين اهو عادي يا ابني لسه سيب عادي ماشي هيبقى اسهل يعني لو انتوا جيتوا خالص المشكله بيوطوا دماغهم ابعت بقولك تبعت على ستيم نفسه يا عم انزل تعالى كوكو تعالى انزل ساعدني لو جال بوليس اضرب عليه اركب طب الناس دي مشت ليه كده طب اوديك ايه؟ ماشي استنى البوليس جاي يوديني ليهم واضرب على البوليس ما ينفعش من العربية ليه؟ انت سيش الوقت عمل جوين عليك مين انا؟ لا انا عمل جوين عليك؟ ايوه ده اصلا سيش الوقت مش بس ايه جبت شرطتك فادي ادم ايه؟ ايه؟ معاهم في السيشن؟ بتقول لي يا كوكو؟ ايوه بقول لك معاهم في السيشن تقريبا جبت شرطتك ايوه هو ينفع؟ ايوه هو ينفع ان انت تجيبهم لي؟ لا صعبة أوي مش عارف اجيبها صعبة مش عايزها المهمة دي يا جدعان انا عايز الحاجة اللي تجيب فلوس بسهولة مش عايز كل ده وبعدين انا اتخنقت من البوليس هرمي عليهم قنبلة هرمي قنبلة على البوليس يلا احلى انفجارها خلاص احنا كده مع بعض في السيشن كلنا يا جماعة يلا نعمل ايه نعمل بقى مهمات كويسة بلاش المهمات الغريبة دي يلا نبيع الستوك عندي في الليفر انا فرقعت البوليس كله كلنا كده في سيشن واحد يعني احنا الاربعة في سيشن واحد ايوه طب يلا اللي بيشخلل ده يا جماعة قبلوا
بتاع الكر بتاع الشركه مش ماشي تبعتنا صح كوكو اجل كوكو كوكو ايوه ايوه يا حبيبي هبيع الستوك موت يا كوكو واحد مو كوكو انا مش عارف اقبل مش عارف اقبل الدعوة هتلاقيها في الموبايل عندك ما انا لقيتها بس مش عارف انضم كوكو لقيتها بس مش عارف انضم بص انا جايلك انا قدامي روح البنكر انا جايلك يا جدعان روح البنكر يا فادو انا ما اعرفش البنكر فين اصلا هتلاقيه في الخريطة كده علامة عامل زي دريكسيون ايوه دريكسيون ايه يا عم هو شبه كده مش دريكسيون هو دايرة كده هتلاقيه مكتوب في الخريطة بقى. مش عارف انا البنكر دايرة حمراء حد قدامي منكم ايه ده انا شفتكوا شفتكوا انا جاي عليكوا انا جاي لكم بالعربيه جاي لكم بالعربيه انا جاي لكم بالعربيه خليكم مكانكم ايه ده كوكو رفع طردني من الشركه ولا ايه وانا برضه طردت كله بشيء يا عم احنا عملنا لك ايه يا عم كوكو ده هو خرج وبتاع كوكو عمل ليفت يا عم كوكو عمل ليفت خرج من السيشن خرج لكو على فكرة اغلص حاجة في اللعبة المهمات بتاعت الالغاز دي ما عجبتنيش عاملة زي مهمات الشرطة انا انا مت تاني فادي انت فادي تعال طب ما يعمل انا بموت طب ما تصحب ما تجي نتعلم لما نلعب اسمها ايه دي ديد لاين انا بقى كوكو رفعت القطعه تقدر معانا ولا ايه يلا اركب نروح فين؟ انا علم عنده على البنكر بتاعه البنكر بقى شكله ايه؟ عدم لا انا هعلم على مكانه هو متظاهر لي اصلا ماشي احنا هنروح عند مكانه على بال ما هو يفتح انا في الفاسيلتي بس بظبط بالباب كده وجاي انا علمت لك عليه ولو عايز تروح مش عارف مش عارف يعمل حاجه اه يمكن عشان انا انا بقى معايا 144,000 كده اشتري اسلحه اقدر اشتري بقى ايوه ممكن تشتري بيت بيت كمان بس هيبقى مش كبير يعني ادم ايه جاي لنا اه طيب خليك واقف بقى في الدوا جاي ماشي جايب دبابه فين؟ في الخريطة هتلاقيه دباب صفة كده ماشي ايوه هو ده عرفته
اف 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 ايه بقول لك كوكو بعد كده انا بقول لك خلي فادي كده لا اهي انك انت ما هتعرف بعد انا عايز انط فوق الدبابه دي بس البوليس جه معانا انا بضرب خلي بالك معايا الوقت انا هركب انا ركبت ورا ركبت معاه الدبابه دي جامده مزاج ده يا جدعان الانفجارات دي جامده قوي خش معانا السيشن بقى اعمل جون عليها الطياره فوقنا يا جدعان مع السلوك في مشاكل الدبابة دي رهيبة يا ابو الفرقاش ادم ادم مش عارف لا شكلها محصنة بس هما ضربوا صاروخ ده انهي دبابة في طرف هنا الانفجارات دي جامده قوي حلوه قوي ده العربيات البوليس ايه اول ما بتولع جوه جاي تنزلهم انت تعمل العنوان بتاع الفيديو ده تسميه انفجارات وتدميرات وحل لغز وحل لغز اوبا 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 السيارة دي يعني محدش واخد باله منها خالص ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ ماشيكو ماشيكو نلعب لسه عشان المفروض انام الساعة 12 احسن عشان عندي شغل الصبح طب قول لي مين؟ يا كوكو 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 بعمل جون طيب يلا بقى عشان شنو اقول لك ايه اما تيجوا نعمل عايز بقى الستوك بتاع البنكر يجي لك يا اخي خش بس الجون علينا اهو انا بعمل كده قول لي ازاي يا مبابي احلى تفكير الدبابة دي قوية جدا ده احلى حاجة الدبابة دي لو ينفع تعمل بيها مهمات والله غير عم مش هنروح الهست هو بيعمل زوين بس هو ماشي التنايا الاول كده كان انا من الحظ انضمت انضمت يا كوكو لا قريبا فادي ما انت بتضرب صواريخ ولا سلاح علي انا مش انا اللي بضرب انت بتضربش انا قاعد بس انا بضرب على فكرة قربت تنفجر ايه يعني دخلت من ورا السلعة ترى الفودة الفرنسي حصلت خالص مش قادر حوادي الوقت
ينزل جيت خلاص هو دخل السيشن يلا بقى احنا هنمشي هنمشي البوليس ده معناه ازاي يا عم عزم هو النقر يستنى ما بين الاخوان النقر يلا تعالي بقى اللي قاعد ماشي هو كله حتى ادهم انا ابدا يلا ادهم مش بقى ادهم اتمنى في الاخر يلا هذا ما بردش يا انا قبلت بدي ادم ادم لا روح على المستوب خصوصا روح على المستوب ادم طب قول له علم عليها ضيق وعلم اصلا لا لسه ما عليه استوك ايه احنا نبيعه احنا نجيلك فين الوقت روح البنكر طيب ادهم عمل جوين تقريبا طب قول لي ادهم يعلم على البنكر عشان مش هينفع اعلم عليه انا ادهم علم على البنكر من الخريطه ما انا تعبت خالص مش قادر ايوه بقول لكم ايه ما تيجوا نكمل بكره بس نلعب هستات بقى بلاش اللي عملنا لنا نص ساعة بس نعملها انا لا نص ساعة فصلت مش قادر هي مش هتاخد نص ساعة هتاخد اصلا ربع نص ساعة يعني عشان يعني تديله شوية مش انا وقتها نص ساعة بس مش تاخد انا 10 دقايق المهم المهم عبارة عن ايه؟ عربيات فيها بضاعة احنا هناخدها نوصل بضاعة سيت اب يلا الميشن اللي هو سيل ستوك بتاع البنكر افصل منكم احنا بالدبابة دي شالوش من البوكر اعمل لكم انفايت كده الفيديو بتاعنا يكون خلص بس خدوا بالكم من حاجة هتديني لايك وتعمل الاشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي واشيلك على راسي من فوق مش هتعمل كده يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو